امريكا ليها خطتها. امريكا يقول لك ايه، امريكا ترامب بقى، عشان انا ما اعرفش اتكلم امريكا بصفه عامه، امريكا ايه هدفها في الدنيا؟ تو كيب امريكانز ان، الامريكان يبقى ليهم مراخير في كل حته، تو كيب امريكانز ان، تو كيب اسرائيلز اب، يعني ايه؟ تخلي اسرائيل متفوقه على كل الدول العربيه دي مع بعضها بما فيهم ايران، تو كيب ايرانيانز اوت، تخلي الايرانيين بره المنطقه على قد ما تقدر. طبعا هي مش عارفه، لانه ايران خلاص بالذات في عهد اوباما، فتره اوباما حصل تغول رهيب، وخلاص احتلت اربع عواصم، او يعني بقت لها وجود في اربع عواصم بتاثير كبير جدا. انما هو دلوقتي خطه دونالد ترامب والفريق بتاعه، طيب ايران دي خطر على المنطقه، فرؤيه مختلفه، طب نعمل ايه بقى معاها؟ وترامب بالذات يقول لك تو كيب اسلامستس داون، تخلي الاسلاميين بعيدين عن السلطه. هو الراجل ده مش شايف كتير الفرق ما بين الاسلامي والارهابي. خدوا بال حضراتكم، الناس الاكاديميين اللي هو انا منهم يعني، عاده بنعمل التفرقه دي، بنقول لك والله في واحد بيتكلم في الدين وبيحاول انه ينطلق منه للسياسه، وبعضهم احيانا طبعا لغايه ما الخيبه بتاعت الاخوان في مصر قلبت الدنيا وخلت موازيننا كلها تختل، كل ساعتها بنقول لك ايه، فكره الانكلوسيف ديموكراسي، الديمقراطيه اللي تستوعب الجميع. بس انت عشان تستوعب الجميع لازم يكون في شرطين، انك تكون وطني وانك تكون مؤمن بالديمقراطيه اللي هتستوعبك دي. انما ما تجيش تقول لي انا ايه، انا والله عايز استوعب كل حاجه، بس انا باذن الله تعالى اول ما اوصل للسلطه هلغي الديمقراطيه وهلغي الوطن، يبقى لا ديمقراطيه ولا دوله. طب انت هنعمل بيك ايه؟ فهي النقطه ان ترامب والفريق المحيطين بيه، على فكره عندنا السي في بتاع كل واحد فيهم، وقالوا ايه عن مصر، بس مش عندنا وقت نتكلم، فممكن بكره او يعني مره تانية نقعد بقى نحكي في القصه دي. بس اللي احنا عندنا دلوقتي هو ايه؟ هو انه ترامب والفريق بتاعه مش شايف فرق كبير ما بين الاسلاميين والارهابيين. هي ده عقيده، فاكرين حضراتكم كان في ناس اسمهم المحافظين الجدد والكلام ده، اللي هو ايام جورج بوش الابن، ايام غزو، هو عندهم نفس، بس هو مش عايز يغزو. يعني ترامب مش فكرته دلوقتي انه يغزو، هو شايف انه ده اخطاء وقعت فيها الادارات الامريكيه المتعاقبه وترتب عليها ان احنا، هتلاقي واحد زي ترامب ده بيعمل حاجه غريبه قوي، يقول لك غزو العراق كان غلط، بس ان هم سابوا العراق برضه كان غلط. شوف حضراتكم، يعني ما كانش المفروض يحصل غزو العراق اساسا، امريكا ما تدخلش في الموضوع ده، بس بما انك انت دخلت وخلقت فراغ نتيجه انك البيروقراطية انهارت، الجيش انهار، الشرطة انهارت، حزب البعث انهار، خلاص طب ومين اللي هيحل محل الحاجات دي؟ الجماعات ما بين قوسين الإرهابية. فهو كأنك ضمنا واحد زي ترامب والناس اللي معاه يقول لك ما كانش المفروض نغزو، لكن بما إننا غزينا خلاص شيلها بقى، كسرتها صلحها، إن شاء الله تاخد منك كذا كذا كذا. لكن هو شايف أصلا إن القرار كان غلط وما كانش المفروض إن هم يتدخلوا. ترامب يبقى تاني إيه هو هدفهم؟ تو كيب امريكانز ان، ان امريكا تكون طرف مباشر في كل قضايا المنطقه المهمه، من خلال بقى الضغط، من خلال الصراع، من خلال الادوات الدبلوماسيه، المساعدات الى اخره، لكن في النهايه ان امريكا تفضل طرف مباشر في الموضوع. اثنين، تو كيب اسرائيل از اب، تفضل اسرائيل اب، اب يعني اعلى من كل الدول المحيطه بها، ده التزام منه. وقلت لحضراتكم قبل من كده اسرته كلها يهوديه، يعني هم مسيحيين لكنهم تحولوا الى اليهوديه، هو فخور بده وراح قال في الايباك اللي هو مؤتمر اللوبي او الجماعه، جماعه الضغط المؤيده لاسرائيل هناك، قال لهم كل جوز بنتي بقى يهودي وبنتي بقت يهوديه، فهو سعيد قبل الحكايه دي، فطبعا ده خد جزء من دعمهم. ثالث حاجه، تو كيب ايرانيانز اوت، هو بيرى انه في عداء شديد ما بين مصالح امريكا ومصالح ايران في المنطقه، فعايز يطلعهم بره المنطقه. ازاي؟ هو دلوقتي مش عارف، يعني هو دلوقتي هو عمال يفكر ازاي ايران دي اللي بقت موجوده في صنعاء وموجوده في دمشق وموجوده في بيروت وموجوده في بغداد، ازاي تطلع بره المنطقه؟ فعشان كده في تقارب ما بينه وما بين العالم السني نسبيا. وتو كيب اسلامستس داون، يعني تخلي الاسلاميين او من يدعون، خد بالك حضراتكم الاسلاميين هنا، اوعى حد يفتكر الاسلاميين هنا معناه ان هو ضد الاسلام كدين، لا انا مش عايز ادخل في الحته دي، انما لا، هات له مسلم معتدل هيترحب بيه، انما احنا نفسنا نكونا ممن يتحدثون باسم الدين وطلعوا في الاخر خالص، يعني يقول لك اخوان ومسلمين، انا بقول لك هم طلعوا اخوان، طلع اكتر ما هم مسلمين. فحزبه اوباما، اسف، حزبه ترامب دي، هو ما اسموش ترامب، هو اسمه ترامب، تي ار يو ام بي، ترامب. فحزبه ترامب دي بتخلي مصر في القلب من اجندته. بعبارة أخرى، هو مش هيعرف يعمل القصة لو عايز يعملها ديت من غير مصر،
وهتقول يعني حتى مصر مهم عشان اسرائيل تبقى، هو عايز يثبت الخريطه. هو الخريطه النهارده يعني لو كانت اسرائيل متخلفه عننا وما كانش عارف يخليها متقدمه عننا، ما يملكش. نعم اللي حصل ان احنا الاسباب تاريخيه بقت اسرائيل هي اسرائيل، ومصر بقت مصر، وسوريا سوريا، و لا فاقول لك بس جمد الخريطه زي ما هي كده، وطلع الايرانيين بره والاسلاميين سجون بقى على معتقدات على الكلام. ثالث حاجه هو ايه نظرته للسيسي. طبعا انا معايا بقى الكوتس اللي قاعد يقولها عن السيسي. السيسي رجل رائع، كانت توجد كيمياء جيده بيننا، انت تعرف حين تكون لك كيمياء جيده مع الناس كان يوجد شعور جيد بيننا. وتعهد بدعوه الرئيس السيسي ذات البيت الابيض ان انتخب رئيسا، وقال انه يود كذلك ان يزور مصر في اكثر من مناسبه. اعتبر انه الرئيس السيسي واحد انقذ بلده من خطر شديد. اي مكان هو في النهايه بيتعامل مع رئيس مصر في ضوء الحاجتين الاولين اللي انا قلتهم، انه مصر هي زعيمه العالم العربي، وبالتالي السيسي هو زعيم زعيمه العالم العربي من وجهه نظر ترامب. حب بقى الحكايه دي ما بحبهاش، مش دعوه، انا مش جاي اخطب ودك، انا بحكي لك الحكايه زي ما هم شايفينها. تاني حاجه هي جزء من منطقه امريكا ليها فيها مصالح ولها فيها رؤيه. الرؤيه دي عشان تتنفذ لازم تكون مصر قويه، ما ينفعش مصر تقلب سوريا وما تتوقع منها تساعدك في اي حاجه. ما ينفعش ان مصر تكون. فبالتالي بالنسبه له دي الحاجه الثالثه، انه السيسي حاكم قوي، حاكم قوي انقذ بلاده من مصير كان يمكن ان يجعل منها كغيرها من الدول اللي حضراتكم شفتوها انها انهارت. طيب هيجي هنا بقى يقول لك ايه، عشان احبكم بعض الناس يقول لك وحقوق الانسان ومش عارف ايه والكلام ايه اللي ودم كل ما تروح لك، وحقوق الاخوه الاقباط، وازاي انه حقوق المثليين جنسيا انتوا ما بتروحش، وبعدين في مجموعه من البهائيين كانوا من 4 سنين بيدوروا على 2 كيلو طماطم وما لقوهمش، وده تمييز ضدهم، عارفين اللي هو الكلام ده. والمراه، المراه في مصر معذبه لانها بتركب الاتوبيس. هو عندهم شويه ناس بتعرف تقول الكلمتين اللي هو راجل ترامب ده، يقول لك بص ما غير الحاجات دي كلها، لانه البديل انه كان اصلا كله هيضيع بقى، مسيحي مسلم يهودي بوذي بنت ولد شايب كوتشينا كله كان هيبوظ. فعلى الاقل الراجل ده اللي يعرف يعمله انه بس قال لك بس وقف، اللي في مصر بقى الرئيس عندنا يقول لك تثبيت اركان الدوله، قال لك بس انا هوقفها بقى كده. فيها فساد نقاومه ماشي، بس في دوله. في اهمال نحاول نصلحه، بس في دوله. في ارهاب، في ارهاب ايوه، بس في الاخر خلاص في دوله. الارهاب مش كل مصر، ما هو خد بالك هو ايه الفرق بين الارهاب في مصر والارهاب في سوريا ولا في اليمن ولا ان الارهاب عندهم في كل حته بضراوه شديد. قال لك لا انا هعرف اخلي لك الارهاب ده يعني احداث منفرده، بحيث ان احنا لما نسمع ده من يومين مش عارف ايه انفجرت في طنطا يا نهار ابيض ونقلق ونتضايق وكلام زي كده. خد حضراتكم اخواننا ربنا ينجيهم يا رب في ليبيا ولا في سوريا ولا في العراق ولا في اليمن، ده هو ده الحديث اليومي. ده هو النهارده يعني لو عدى اليوم وفي قنبلتين ثلاثه بس يقول لك عدت على خير الحمد لله. احنا ما من يعني احنا كل اللي بنقوله انه اضطررنا اضطرارا لان نتبنى سياسات في العادي ما كانش المفروض ان احنا نتبناها، وفي العادي ما فيش حاكم بيحب شعبه يحب انه يعملها، وفي العادي احنا كان المفروض ان احنا نكون ارقى منها. انما اللي حصل بقى ان احنا الراجل ده والناس دي اللي موجودين دول استلموا بلد مخربقه سياسيا واقتصاديا واخلاقيا، واخلاقيا دي حط تحتها 500 خط. فبمعايير بقى العالم الخارجي يقول لك في مشاكل، بس انا يعني طبعا المشاكل دي لو هي دي الضريبه اللي بتدفع عشان تفضل في دوله خلاص، لانه احنا شفنا وتعلمنا من غير دوله بيحصل ايه. طيب ايه اللي هيحصل بقى ما بين الرئيسين حينما يلتقيان غدا؟ انا تصوري ان رقم واحد هيكون في عوده للمساعدات العسكريه والاقتصاديه لمصر بقوه، مش هتكون بالارقام اللي احنا عايزينها، ان هو عنده كمان ماساه داخليه، ان هو عنده عجز موازنه رهيب، لكن قطعا هيكون لمصر نصيب في هذه المساله. اثنين هيكون في دعم كبير لمصر في حربها ضد الارهاب. خدوا بال حضراتكم المهم هنا هو الدعم. احنا مش متوقعين من امريكا يعني انها تيجي تحارب، مش عايزين الامريكان يبعتوا جنود ولا كده، بس احنا عايزين منهم حاجتين. عايزين رقم واحد دبلوماسيا العالم يفهم انه احنا يعني ان معنى ان في جندي مصري معاه مدفع ورايح ولا معاه دبابه ورايح سينا عشان يحارب، هو ده مش مثلا احنا قاعدين فاضيين فقلنا نعمل ايه ما تبعت الناس دي والله سينا نتجرب، لا هو في اضطرار. وبالتالي ما تلومنيش لو حصل اي خطا من الاخطاء، لان انتوا لما بتدخلوا معارك بتغلطوا. تاني حاجه نوعيه الاسلحه اللي احنا محتاجينها، نوعيه الاسلحه اللي احنا متدربين عليها في مصر كانت عندنا هي تحارب بيها اسرائيل، تحارب بيها جيش في مواجهه جيش. دلوقتي بقى انت عندك جيش في مواجهه جماعات ارهابيه بتتبنى فكره بيسموها جريلا وور، حروب العصابات، يضرب ويجري. فانت دلوقتي عايز انواع اسلحه مختلفه، انت عايز الاتصالات اللي بتحصل في العالم، لان هم الناس دي الارهابيين مش بيستخدم فودافون وموبينيل ولا اورنج والاتصالات وشركه اتصالات، لا ده بيستخدم حاجات اما اتصالات اسرائيليه او البتاع بتاع السوريا ده. هو الامريكان عندهم القدره انه يلقط الكلام ده. انا لو عرفت معلومه بتقولي دلوقتي ان العالم دي بتخطط عشان حاجه هتحصل بعد ساعتين ما انا هوقفها،
غير لما اعرف انها يعني حصلت بعد ما حصلت الى اخره. فاحنا قطعا محتاجين ده. طبعا ملفات بقى المنطقه كلها، يعني مع الاسف الشديد كتير من صراعاتنا هي ما هياش صراعات اقليميه بس ولا داخليه بس، هي صراعات عالميه. امريكا فيها يا تلعب دور يا يا تلعب دور ايجابي، يا الصراعات دي هتبقى بدل ما هو تخرج عليكم جرح عمال ينزف من ايدي وانا سايبه وما عنديش هيموجلوبين يوقف البتاع، فخلاص هتصفى المنطقه بتتصفى، محتاجه تدخل من قبل القوى الكبرى ويرجع بقى تاني العالم الحر ولا اخره. طيب الناس عماله تصرخ في ودني تايم تايم تايم، فواضح ان انا ايه بوظت الدنيا شويه. اشكر حضراتكم شكرا جزيلا، اشكر زملائي، هذا ما امكن اراده وتيسر اعداده وقدر الله لنا قوله. اشوف حضراتكم على خير بكره ان شاء الله.